شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وبتطرد كل هموم. نخلي رسالة الكارما توصل كل البشرية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر مباشرة على قنوات الكارما. أهلا فيكم. متى كانت آخر مرة كان لك عتاب ناجح مع شريك الحياة مثلا أو مع أولادك أو ممكن مع زميل العمل أو شريك الخدمة أو الجيران وغيرهم؟ الحياة فيها الكثير من الإساءات اللي بسببها الآخرين إن كان عن قصد أو عن غير قصد. هذه الإساءات بتسبب جروح بالنفوس فتفقدنا السلام وبتعزز فينا شعور رد الاعتبار والانتقام أحيانا، فبنلجأ أحيانا للمواجهة المليئة باللوم مما يؤدي لنتائج عكسية. فبدل من أنه تشفى العلاقات منشوف جروح أعمق من الأولى. طيب هل العتاب ضروري لشفاء النفس؟ كيف بيكون العتاب الصحيح؟ شو الأسلوب الصحيح والتوقيت الصحيح والخطوات الصحيحة للعتاب حسب كلمة الله؟ المسيح له المجد علم عن العتاب مش بس قولا ولكن أيضا بالفعل. رح نحكي أكثر بسياق الحلقة عن دروس علمها الرب يسوع بعتاب المحبة، ولكن بالبداية بدي رحب بخادم الرب المبارك الأسيس رضا عدلي. أهلا وسهلا فيك يا أسيس، شرفتني اليوم بالاستديو. أنا اللي متشرف أن أكون موجود في القناة وموجود معاك. بركة كبيرة أن احنا نوصل رسالة المسيح، وشكرا كمان للموضوع، الموضوع مثير جدا مش بس للتفكير لكن كمان للتطبيق. طبعا طبعا موضوع عملي وانا حقيقه مش كثير سامع عنه بالميديا وبالخدام، فانا بشكر الرب لاجل هذا الموضوع وخاصه انه انا بيعنيني شخصيا. كنت عامل لك قبل الحلقه انه انا تحديدا من الاشخاص اللي لا اؤمن بالعتاب، مش لانه ما بحب عاتب ولا لانه ما بتمني العلاقات، بس احيانا بحس انه العتاب بيسبب ما بي يمكن شرخ اضافي او الم اضافي، يعني عرفت كيف؟ وخاصه اذا المسيء يلي قدامي هو مسيء، ويمكن اذا بفتح معه الموضوع رح يسيء اكثر ورح يكبر الجرح ويكبر الالم. هل العتاب ضروري حسب كلمه الله ولا لا؟ طبعا انا عايز اقول انه بعض الناس لما بيلجأوا الى العتاب باسلوب خاطئ وفي توقيت خاطئ وفي المكان الخطأ، اكيد طبعا العتاب بيعمل مشكلة، بيعمل ازمة يمكن ملاش لازمة. لكن طبعا لا خيار لنا قدام كلمة الرب انه ان اخطأ اليك اخوك فاذهب اليه وعاتبه بينك وبينه وحدكما زي ما بيعلمنا الكتاب. فالفكرة هي كيف يمكن أن نتعلم من كلمة الله، وكيف يمكن أن يقودنا الروح القدس، وكيف يمكن أن يضاف إلى الخبرة التي لنا يوم بعد يوم كيفية إدارة العتاب بما يتفق مع شخصيتي المعاتب وشخصية المعاتب وموضوع العتاب. أعتقد أن كل الأمور بتتدخل مع بعضها. نعم، ولا يوجد يعني 1-2-3-4 جامدة تستطيع أنها توصل إلى عتاب نجح في كل الأصعدة. نعم نعم، وخاصة يعني هلأ ضويت على فكرة أنه في اختلاف بالشخصيات، في اختلاف بالظروف يمكن والبيئة اللي نحن فيها. ومثل ما حضرتك قلت المسيح علم على العتاب بشكل مباشر، ولكن أيضا علم بحياته وبموضع معين وحدث معين بالكتاب مثل ما حضرتك قلت لي بيوحنا 21. شو رأيك نبتدي بالحدث اللي صار بإنجيل يوحنا الإصحاح 21؟ الحقيقة يوحنا 21 موقعه من الإعراب في الكتاب المقدس بعد وقت صعب جدا مر على كل التلاميذ.
ومر على شخص الرب يسوع نفسه من ثلاث محاكمات دينية وثلاث محاكمات سياسية وبعدين الصلب وبعدين القبر وبعدين القيامة. فالحقيقة يوحنا 21 أصحاح مليء بخلفيات كثيرة، وكمان نفس الأصحاح بيكلمنا عن فشل التلاميذ بعد ما قضوا الليل كله في بحر طبرية إن هم يصطادوا ولم يمسكوا شيئا. فالحقيقة الخلفية بتاعت هذا الأصحاح بتقودنا إلى حياتنا العملية، تقودنا إلى حياة كل يوم، تقودنا إلى حياة الفرح وحياة الألم وحياة الترك وحياة الوحدة والإنكار وحياة كمان الفشل رغم العمل والاجتهاد اللي بذلوا التلاميذ. فيعني أنا بشوف إنه يوحنا 21 هو أصحاح الحياة اللي في كل الألوان والأشكال اللي بنمر بيها، واللي كويس جدا إن إحنا نبقى يعني بننطلق منها في موضوع العتاب. أنا بس أرجو من كل القلب إن موضوع العتاب ما يخليش حد يبتدي في العتاب دون ما يكون مستعد أو مستعد كمان، ويتحول العتاب إلى مشكلة أكبر لأننا لم نحسن إدارة العتاب طبعاً بصورة طيبة. طبعا طبعا، يعني أنا حضرتك ضويت على هذا الإصحاح، والرب يسوع مليان بالمحبة، فبس عتب بعتقد عتب من باب أو منطلق المحبة. خلينا نحكي أكثر عن الحدث بس لأخواتنا المشاهدين اللي مش عارفين مضمون الحدث بيوحنا 21. أسيس من فضلك. الحقيقة الحدث بتاع يوحنا 21 يعني واضح جدا زي ما بيكلمنا الكتاب ان دي ثالث مرة الرب يسوع يظهر فيها للتلاميذ. التلاميذ بطرس قال لهم انا اذهب لأتصيد، ستة مع بطرس راحوا يصطادوا وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا، وبعدين زي ما بيكلمنا الكتاب انه لما كان الصبح اتى يسوع وسألهم يا غلمان ألعل عندكم إداما؟ اجابوه لا، فقال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا، فأمسكوا سمك كتير. ودي كانت بقى طبعاً المقدمة بتاعة الموقف ده بالذات اللي الرب يسوع عاتب فيه بطرس بصورة شخصية. بعد ما تغدوا الرب يسوع ابتدى يعاتب بطرس في الحديث اللي أكيد النهاردة يمكن ربنا يفتح أبعد وأعمق أعمق بالنسبة لموضوع العتاب. يعني تمام حضرتك أسيس عم تقول أنه التلاميذ يعني ستة مع بطرس سبع تلاميذ كان في عندهم مشكلة معينة، وكمان اللي كانت قبل العتاب، ممكن نضوي شوي على هالمشكلة من فضلك؟ شو كانت مشكلة التلاميذ؟ الحقيقة أنه الأمر مشكلة ضخمة، لأن الرب يسوع ظهر لهم مرتين قبل كده، وبعدين نبص نلاقي بطرس أخذ قرار وقال أنا أذهب لأتصيد. والحقيقة في اللغة اليونانية كما يبدو لي من خلال الدراسة إن أنا أذهب لأتصيد أنا أذهب للصيد، يعني مش بس رايح عشان خاطر يصطاد مرة ويرجع، لا ده قال لك يعني الواحد بقى يشوف لقمة عيشه، وأكيد هو كان متجوز وأكيد حماته برضه ممكن تبقى يعني ضغطت عليه شوية، خصوصا إنها بعافية بعد ما المسيح أقامها يعني وشافها مرة ثانية. فطبعا يعني في بعد كده راجل عنده مصلحة، عنده طبعًا شغل، عنده بيت، عنده لقمة عيش عايز يأكلها، فبيقول أنا أذهب لأتصيد. لكن الحقيقة إنه لما يروح بطرس ومعاه ستة من التلاميذ زي ما بيذكر أسمائهم هنا في العدد طبعًا الأول والثاني من يوحنا 21، يعني لما سبعة من التلاميذ يقرروا إنهم يروحوا يصطادوا، ويهوذا طبعا خلاص فل والرجل عمل اللي عمله وهو إلى آخره وشمضى وشنق نفسه، يعني احنا بنقف قدام قوة ضاربة الرب يسوع كان بيعدها. وده بيخلينا نحط سؤال مهم جدا قدام كل واحد فينا، خصوصا في الإخوة الخدام وقادة مجموعات درس الكتاب وقادة اجتماعات الشباب وقادة مجموعات التلمذة، بيقودنا لسؤال حوالين التلمذة، صناعة التلاميذ. يعني الرب يسوع أمضى سنتين وشوية قرب ثلاث سنوات وهو بيعد جماعة التلاميذ، وبعدين نبص نلاقي سبعة من التلاميذ ياخدوا بعضهم ويقولوا
أنا أذهب لأتصيد يعني يروحوا مع بطرس. في الحقيقة الرب يسوع كان عايز يسيب موديل نموذج لمجموعات التلمذة، نموذج لفعالية استراتيجية التلمذة في الوصول إلى العالم. ومن هنا تيجي خطورة القرار اللي أخذه بطرس جر فيه 6 من التلاميذ. أنا عايز أقول جملة قبل ما نتنقل لأي فكرة تانية، وأنا أرجو أني أقولها لنفسي وأقولها لكل شخص الرب حطه في موضع قيادة، في موضع مسؤولية، في أي كنيسة، في أي هيئة بتخدم ربنا. عايز أقول أنه قرارات الكبار كبيرة وأخطاء الكبار كبيرة مثلهم. نعم. فبطرس دايما بتحط في قائمة التلاميذ بطرس أولا. وأولا دي كلمة خطيرة. طبعا. فأنا عايز أقول لكل واحد فينا، إذا كان الرب حطك في موضع المسؤولية، سواء كان في الكنيسة، في الاجتماع، في أي هيئة، أو حتى في الأسرة، طبعا أخطاء الكبار كبيرة ومكلفة ومؤثرة. طبعا. وربما تؤثر في أبعد من الخطوات القليلة اللي إحنا بنشوفها بالفعل، خصوصا إذا كان الرب عمل investment في حياة التلاميذ، عمل استثمار في حياة التلاميذ، وكانت هي دي الاستراتيجية بتاعته للوصول إلى العالم. واللي شفناه بعد كده لما الرب يسوع يقول دفع إلي كل سلطان فاذهبوا وتلميذوا جميع الأمم، وكأنه كانت تطبيق استراتيجية يسوع في الوصول إلى العالم والكرازة بالإنجيل على المحك. طبعا. وأنا عايز أقول لكل قائد موجود، خلي بالك، ربما القرار الذي يبدو بريئا بسيطا، أنا رايح عشان أصطاد، ربما يبدو في الظاهر بسيط، لكن أنت لا تعرف ما هي أبعاد هذا القرار ومتى سينسحب نتائج ومتى ستظهر النتائج. لذا علينا كقادة وكخدام لشخص الرب أن ندقق في حتى القرارات التي تبدو بريئة، وحطها بين هلالين، التي تؤثر ولا شك على مستقبل الكنيسة، خصوصا أن الرب يسوع كان بعد أيام سيصعد إلى المجد. نعم، طبعا. وسيترك جماعة التلاميذ لتنفيذ استراتيجية الكرازة إلى العالم. نعم. يعني أسيس حضرتك عم تقول أنه بطرس والتلاميذ فشلوا بأنه يحققوا يعني كأنه الهدف اللي الله أو أنه المسيح حضرهم لقلوا، صح؟ يعني هني فشلوا بالقيام بالمهمة. طب كيف؟ صح؟ الحقيقة يعني أنا عايز أقول أنا بشكر ربنا أنه لحقهم، يعني بشكر ربنا أنه هو لحق الموضوع. وإحنا كمان يجب نبقى حتى لما ناخد القرارات الخاطئة التي تبدو بريئة يكون عندنا استعداد أن إحنا نرجع ونشوف معاملات الرب معانا، عشان الحكاية ما تتركش يعني نتائج أخطر. طب كيف تعامل الرب له المجد مع فشل تلاميذ وفشل بطرس؟ الحقيقة فشل التلاميذ، مش عارف أقول، بيقولوا رب ضارة نافعة. أنا صح. بشكر الله أنه هذا حدث مع التلاميذ، لأن مين فينا ما مرش بمرحلة فشل، ولا نزال نمر فأمضوا الليل كله وما مسكوش سمك. والحقيقة يعني أنا فشل التلاميذ في بحر طبرية لافت للنظر. ليه؟ لأن بحر طبرية هو البحر بتاعهم، الحتة بتاعتهم، أو زي ما بنقول كده باللغة الدارجة ملعبهم، صح، الحتة بتاعتهم اللي هم تعودوا إن هم يصطادوا فيها. ومرات كتيرة الرب يعني بيسمح إن احنا نمر حتى مش في الأماكن الجديدة علينا، لكن في أماكن خبرتنا وأماكن القوة التي نظن إن احنا أقوياء فيها. وأنا بسأل سؤال، يعني سؤال بريء، يعني هل كان فشل التلاميذ مقصود؟ يعني الرب، وأنا مؤمن بsovereignty of God، بسلطة الله، سيادة الله، قيادة الله على كل الأمور، هل كان الرب قاصد أنه جماعة التلاميذ السبعة دول يمروا بتجربة الفشل؟ والرب في مرات كتيرة تجربة النجاح بتولد من رحم الفشل، طبعا. فهو سمح أن هم يمروا بالتجربة دي. الرب يسوع سابهم الليل كله، يعني كان ممكن جدا يجي في الهزيع الرابع من الليل زي ما دايما كان بيجي، لكن هو سابهم الليل كله، وكأنهم بيقولوا ايه، بيقول لهم
هاتوا آخر ما عندكم، هاتوا آخر ما عندكم. والحقيقة أنه السؤال بتاعه لما كان الصبح وأتى للتلاميذ، سؤاله لي وليك وكل واحد فينا، يا غلمان ألعل عندكم إدامة؟ الإدام يعني اللغة العربية عرفوا الساندويتش بأنه هو شاطر ومشطور وبينهما طازج. فهو مش بيسأل على الـ على الـ على الخبز، لكن هو بيسأل على المحتوى اللي موجود جوه الساندويتش، جوه الطعام يعني. ألعل عندكم إدامة؟ والحقيقة الاعتراف بالفشل مهم. الاعتراف بالفشل هو أول سلم النجاح، لو أنه إحنا عايزين نغير وعايزين نتغير وعايزين ننجح. أجابوه لا. وأنا النهاردة بسأل نفسي وبسأل كل مشاهدة وكل مشاهد، لو الرب النهاردة يجي يسألك، يا ترى هل عندك ثمر في حياتك؟ هل في نتيجة لخدمتك؟ أنا مش عايزك تقول لي عن عديد من الخدمات، كلنا خدمنا عديد من الخدمات، لكن المهم العبرة بالثمر، العبرة بالنتيجة. يا غلمان ألعل عندكم إدامة؟ تعرفي أنا بحط جملة قلتها من زمان، بقول عندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون صاحب المكان معطل ومكانه الصحيح فارغ. التلاميذ راحوا للحتة الغلط، عشان كده لا نتوقع البركة ونحن خارج نطاق سيادة الرب على حياتنا. أجابوه لا. والرب لما قال لهم إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن، يعني أعتقد أنهم رموها شمال ويمين لما دابوا الليل كله، لكن يمكن الرب حب يعيد سيمفونية معاملات الرب مع بطرس اللي لا مش سابق هو أصلا هذا النعم النفسي. في لوقا 5 يقول لنا الكتاب، في لوقا 5:5-6 يقول الكتاب، في لوقا 5 يقول: يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ده في بداية الإرسالية خالص يعني. وبعدين يقول لنا: ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. فهل الرب يعني عارفة الأعمال السيمفونية العظيمة لما يبقى في لحن كده بيتكرر؟ نعم. وكل شوية نبص نلاقيه بيتكرر مرة تانية كده. فاكر أنا زمان كان في ألحان كده طبعا تتكرر كتير، حاجة كده تبص فتلاقيها بصور مختلفة وبتعلق بالذاكرة، بتعلق بالذهن. فهل الرب قصد أنه يسترجع مرة أخرى اللحن الأساسي اللي بيدعى بطرس واللي قال له بطرس اخرج من سفينتي لاني رجل خاطئ؟ اراد الرب ان هو يستدعي الحكايه دي مره ثانيه، او اراد ان يفكرهم بان هو سيد الطبيعه، او اراد ان يفكرهم ان معايا الخير كله؟ اصطادوا 153 سمكه كبيره. بالمناسبه اغسطينوس بيقول ان 153 سمكه هم كل اصناف السمك اللي معروفة في ذلك الوقت. وانا عرفت النهاردة انكم غديني سمك يعني بالمناسبة. قالوا لي كده، ما عرفش ده بمناسبة الحلقة ولا لا، لكن لا مش عارفين مضمون الحلقة، يمكن هاي قيادة الروح القدس. فاصطادوا 153 سمكة، وتعامل الرب يسوع بمنتهى الجود والكرم والإحسان معاهم. يطلعوا بره الشاطئ، يعني يقول لنا الكتاب انه لما طلعوا بره الشاطئ في يوحنا 21 الايه 19 الايه 9 والايه 10، يوحنا 21 الايه 9 يقول: فلما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. يعني أنا سعيد جدا بأن الرب مجهز الوليمة ومجهز كل حاجة. وبالرغم من كده عايز أضيف حاجة، أنا عارف أني كلمت كتير، تسمح لي بشقفة صغيرة بلغة لبنان يعني. طبعا يقول لهم الرب يسوع في الآية 10 من يوحنا 21 الآية 10: قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. يعني هو مجهز الأكل على فكرة، كله مجهز، السمك
والخبز ولأنهم بردانين الليل كله في المية والنار والقمر. وبالرغم من أنهم جاهز الأكلة كلها لكن أستاذ الذوق والإتيكيت يقول لهم قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. وكأنه عايز يقول كل عطية صالحة من عندي، كل موهبة تامة هي من عندي، لكن اللي أنا بديهولك مش عشان تخفيه زي الوزن الواحدة، لا أنا عايزك تستخدمه. قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. والنهاردة الرب عايز يقول لكل واحد فينا، أنا صحيح في بركات جهزتها لك أعدتها ليك، لكن كمان في مواهب وهبتها ليك لازم تستخدمها وتستثمرها لمجدي ولامتداد ملكوتي. أنا سعيد قوي بالنموذج بتاع الرب يسوع اللي قدمه للتلاميذ وقدمه لينا، وكل ده قبل العتاب. كل ده قبل العتاب، السؤال والفشل والسمك الكتير والأكل اللي جاهز. شيء حلو برضو الواحد يجي تعبان يلاقي أكل جاهز، صح؟ مش كده؟ فيلاقي الأكل جاهز ويلاقي الدنيا جاهزة، وكل ده قبل العتاب. فعلا يعني ما أحلى توقيت الرب يا أسيس، فرجة محبة وحضرهم وأشبع حاجتهم. وبيقول بيوحنا 21 والعدد 15، فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس، وبيسألوا السؤال قد ايه مهم توقيت الرب هون بالعتاب، يعني ببداية العتاب. ده توقيت مش معقول. هو الرب أستاذ وبيعلمنا إمتى يكون التوقيت. مرات كتيرة الزوج أو الزوجة يجي الزوج من برة أو الزوجة من برة، تبص تلاقي الموتورليوز بتاع العتاب اتفتح، صح؟ لكن هنا بنبص نلاقي فبعد ما تغدوا. أولا العتاب ما تمش وهم في المية. واو. طبعا. أنا مش قلت لكم أنتوا ما تنفعوش، أنتوا ليه مشيتوا، أنتوا جريتوا ورا بطرس، يا بطرس أنت عملت كده ليه؟ ما كان ممكن يقول لهم وهو في المية، لا، هو سمح لهم يطلعوا وسمح لهم يصطادوا وسمح لهم يتغدوا وسمح لهم أن هم يبقوا موجودين على الأرض كده واقفين. يقول لنا الكتاب فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ بعد ما عرفوه، بعد الشبع، بعد الدفء، عايز أقول حاجة تانية كمان ما عرفش أوصلها إزاي للمشاهدات والمشاهدين، وساعديني لو أنا مش واضح فيها. بعد ما مضى وقت الأزمة بتاع إنكار بطرس اللي هيجي العتاب بشأنه كمان شوية، طبعا يعني 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 بعد ما مضى الوقت بتاع الأزمة، وقت الأزمة بصله، نظر الرب إلى بطرس فتذكر وصاح الديك، صاح الديك. وقت الأزمة ما كلموش، لكن اختار الرب التوقيت المناسب. عشان كده أنا عايز أقول لكل زوج وكل زوجة وكل قائد موجود في مكانه الكلمة اللي مقولة في محلها، كمسوغ من فضة في إناء من ذهب، كلمة مقولة في وقتها. أنا عايز أقول اختار الرب يسوع التوقيت المناسب. عشان كده أنا عايز أقول لكل واحد عايز يعاتب واحد، اختار المكان الصح، مش في البحر، استنى لما الرب، لما طلعوا التلاميذ. اختار التوقيت الصح بعد ما تغدوا، بعد ما استريحوا، بعد المحبة. تعرفي مرات كتيرة الجو البسيط اللي فيه نور لطيف، اللي فيه عزومة حلوة، اللي فيه لمسة حلوة، اللي فيه كلمة حلوة، اللي فيه وجبة حلوة، بيبقى توقيت ممتاز جدا. فالحقيقة الرب يسوع يعني اختار التوقيت المناسب عشان يسأل بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ وكمان خلي بالك ان السؤال نزل الى المستوى العاطفي. يعني مرات كتيرة من القلب، العواطف الغلط بتنتج أفكار غلط، بتنتج مواقف وسلوك خاطئ. نعم طبعا. وإحنا مهمتنا في العتاب إن إحنا ننقل المشاعر الخاطئة إلى مشاعر كتابية، إلى فكر كتابي، إلى سلوك كتابي.
ما ينفعش ابدا في المشوره نغير السلوك الخطا بسلوك صحيح كده، ده مكان ما بتمشيش الحكايه كده. لكن بتمشي الحكايه في انه المشاعر الخاطئه نحط مكانها مشاعر كتابيه فتنتج افكار كتابيه فتنتج سلوك كتابي، لان المشاعر الخاطئه بتنتج افكار خاطئه بتنتج سلوك خاطئ. وهنا الرب اشتغل على مستوى المشاعر والاحاسيس عشان يشفي مشاعر بطرس، فاستخدم الكلمه العظيمه أتحبني أتحبني. فبينقل بطرس من المشاعر الخاطئة بتاعة الإنكار والاضطراب، بقى فهيقول لي إيه، ولا ترى هيهزقني قدام التلاميذ، ولا أكيد هو هيقول لي أنا قلت لك قبل كده. لا، بينقل من المشاعر الخاطئة للمشاعر الكتابية اللي هو عايز يقود بطرس إليها. تمام، هللويا، قال لك للمجد. يعني فعلا عتب بطرس من بعد ما قدم محبه ومن بعد ما قدم وليمه، وقد ايه هذا انا درس لي شخصيا، يعني انه قد ايه الواحد مهم يكون متواضع محب يقدم السلام. طب هلا الرب يسوع له المجد سال بطرس 3 مرات يا سمعان بن يونا، يعني يا سمعان بن يونا مش انه يا بطرس، اتحبني اكثر من اتحبني 3 مرات، ليش؟ الحقيقة سؤال المسيح يا سمعان ابن يونا ابن يونا أتحبني؟ أنا في أكثر من حاجة لفتة للنظر جدا لازم أقف عندها، إنه المسيح استخدم اسم سمعان، وأنت عارفة إن الرب يسوع في البداية غير الاسم، بيقولوا أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. فالرب يسوع كأنه it's like a symphony، بيرجعه مرة تانية للحن الأساسي أو نقطة البداية لما دعاه وقال له أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. سمعان يعني المسمع المطواع اللين الرملي، بينما بطرس يعني الصخري. صخرة. فالرب يسوع بيعود مرة أخرى في صناعة بطرس من جديد وتشكيل بطرس من جديد. عشان كده بيسأله يا سمعان ابن يونا، أنت فاكر اللقاء الأول اللي قلت لا سمعان أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس؟ يا سمعان ابن يونا، افتكر الرحلة الطويلة اللي معايا، افتكر المشوار الطويل اللي احنا قطعناه مع بعض، يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فالاسم وده بيفكرني بأنه الرب عارفني. وفي العتاب خلينا نتكلم يعني مرات كتيرة فيس تو فيس، والبودي لانجويج ليها أو لغة الجسد ولغة النظرة ولغة الاستخدام اسم الشخص. ما أقولوش أنت، لكن أستخدم اسم الشخص. احترام. استخدام الاسم بصورة شخصية بيخلي الموضوع في دفء، دفء في قرب. نعم. في انتمسي. نعم. في قرب. نعم. في كده محبة، في معزة، في غلاوة. نعم. نعم. في أمر شخصي فعلا. فنبص نلاقي نمرة واحد الرب يسوع استخدم الاسم. أسيس عفوا ممكن أطعك لأنه معنا اتصال بكل سرور من الأخوة ديع، بس نحن حكينا النقطة الأولى ما تنسى. أيوة. معنا اتصال من الأخوة ديع بمصر، أهلا وسهلا فيك، تفضل حضرتك معنا على الهواء. أيوة مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير، نشكر رب. أنا مش دكتورة. أهلا وسهلا فيك. كلام لجناب الدكتور. ولا أنا مش دكتور، أنا ما كملتش تعليم. أنت معلمنا. لا عفوا، معلمنا شخص الرب يسوع. يا رب ربك أنت حبيبي. في متى 18 في البول، أنا أخطأ إليك أخوك وعذب وعذب بينك وبين وحدكما، إن سمح منك أبقى أنا بحتاج، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدة وسنين، وإن لم يسمع فالكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكون
الخليفة أو هذا اللي جاي من الشام أو من العالم. عشان كذا تعامل الرب يسوع في هذه الحالة في كلماته موجهة للمؤمنين وليس الخطية التي ترتكب بحقا وليس بحق الآخرين. حل النزاع داخل الكنيسة ثم إن كلمات الرب يسوع ليست رخصة تستخدم لنا مهاجمة كل من يحرج أو يستهين بنا، وليست رخصة للأحاديث الهدامة أو المحاكمات الغير مسيحية لصالح الكنيسة، بل هي خطة لمصالحة كل من يخدم دون معنى حتى يعيش المؤمنون في حالة انسجام. نعم، أنا عندما يقتل أي أحد على طول يبقى تفاعلي والاستراتيجية التحدي استراتيجية انتقام طبعا، وليس كما قال الرب يسوع طبعا. وعشان كذا لا يكون في الكنيسة سعي النساء أو بغضة أو استيان أو إزاعة إشاعات مهما كان الأمر صعب، لكن هذا يعطينا أن نعيد العلاقة مع في دون تعليمات الرب يسوع. وأنا عايز أقول حاجة مضحكة عزيزة جمال شعبك للعالم برا وقالت له العتاب مش في الصالح بالصلح. عشان كده نرجع لكتابنا ونرجع دخل بالأشرار ولا نعاتب الأشرار ولا يعاتبوننا. عفوا أخ وديع، عفوا على المقاطعة، بس نحن بالاستديو مش سمعين كويس، بالأول كان أفضل بس بعدين خسرنا يعني مش مسموع أبدا. بس أنا بحب وقف عند الأخ وديع ابتدى كلامه بيوحنا سوري بمتى 18، بدي أرجع لها بعدين. وشكرا لك أخ وديع على أفكارك القيمة، رح نرجع نبتدي من أفكارك بعدين بأسئلة أخرى. ولكن أسيس بحب أرجع للأسئلة المسيح، الثلاث أسئلة، وحضرتك قلت أول نقطة أنه المسيح كلم بطرس باسم سمعان بن يونا. الحاجة الثانية هو قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وهؤلاء في اللغة اليونانية في لا جنس له، يعني في عندنا مذكر في عندنا مؤنث وفي عندنا لا جنس له. لا جنس له تنفع لكله، تنفع للمذكر وتنفع للمؤنث وتنفع للأشياء. وكأن الرب يسوع بيقول له أتحبني أكثر من التلاميذ؟ مش أنت قلت لو شك فيك الجميع لو ترك فأنا لا أشك أبدا، لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. فلما الرب يسوع بيقول له أتحبني أكثر من هؤلاء، هؤلاء لا جنس له في اللغة اليونانية الأصلية. الحاجة الثانية المهمة برضو في الحكاية هي أن الرب يسوع بيقول له أتحبني، محبة الأجابي، عارفة محبة يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالرب يسوع بيسأل عن نوع المحبة دي، نوع المحبة دي أتحبني، محبة البذل والعطاء. والحقيقة أنا نفسي أسأل نفسي وأسأل كل واحدة وكل واحد فينا النهاردة، ما نوع المحبة اللي احنا بنحب بيها شخص الرب يسوع؟ هل احنا بنحبه محبة العواطف والمشاعر والأحاسيس، ولا المحبة اللي على استعداد انها تبذل وتعطي وتضحي بصورة واضحة؟ عشان كده نوع المحبة، نوع المحبة ايه هي؟ الحقيقة انه بطرس، اجابة بطرس لم تكن شافية ولا وفية، لان بطرس الحقيقة قال له أنت تعلم أني أحبك. مشان هيك المسيح كرر السؤال؟ لا، ده أقول لحضرتك إحنا أكتر من كده. الفكرة إنه بطرس بيستخدم كلمة فيليئو أو فيلين في اللغة اليونانية اللي تعني محبة الصداقة. يعني الرب يسوع بيسأل في محبة البذل والعطاء بتاعت يوحنا 3:16، محبة الأجابي اللي أحب خصته إلى المنتهى، وليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. المسيح بيكلم عن نوع المحبة دي، نوع المحبة دي. بطرس بيكلم على نوع محبة الصداقة، نوع محبة أخرى
فبيقول له أنت تعلم أني أحبك. فالفكرة أنا بسأل نفسي إيه نوع المحبة اللي أنا بحب الرب يسوع بيها؟ هل هي محبة يعني حاجات مشتركة كده تنفعني ونفعك وإلى آخره، ولا هي محبة البذل والعطاء من نوع المحبة نحن نحبه أو نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا؟ فالرب يسوع كان بيسأل عن هذا النوع من المحبة. يا سمعان ابن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وكان جواب بطرس عن محبة الصداقة مش محبة البذل والعطاء، محبة العواطف والمشاعر والحاجات المشتركة بقى اللي بيننا، لكن محبة الرب يسوع اللي عايزنا نحبه بيها هي نفس المحبة اللي أحبنا بها بالفعل. يعني فيمكن كل واحد فينا يجب أن احنا يمتحن الإنسان نفسه ويمتحن كل مؤمن حياته فيما يختص بمحبة الرب يسوع اللي بيقول فيها يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. أمين. فعلا أمين. شكرا أسيس. معنا اتصال من الأخت نهال من لندن. أهلا وسهلا فيك أخت نهال، تفضلي حضرتك على الهواء. سلام ونعمة يا أخت مريان، حضرتي منورة الشاشة، برحب بحضرتك وبحضرت القسيس رضا، وبقول لك كفاية بقى كده حضرت القسيس نورت أمريكا كتير، تعالى نور إنجلترا. وكمان تحية لكل مشاهدين قناة الكرمة الغاليين على قلب الرب. والحقيقة الموضوع النهاردة عن العتاب مش بس في غاية الأهمية لكنه شائك جدا جدا جدا، لكن أكيد هدف حضراتكم هو شفاء للعلاقات أو وضع بلسم بل وبلسان من كلمة الله الحية والفعالة لكل شروخ سببها هذا الزمان. وباسم يسوع بتحد معاكم في الصلاة أنه تشفى القلوب المكسورة، لأنه مذكور صراحة بيسوع أنه أرسل ليشفي المنكسر القلوب ولينادي للمأسورين بالإطلاق ويرسل المنسحقين في الحرية. فخلونا في البداية أنه لوقتنا هذا لسه في مؤمنين، بل أتجرأ وأقول لسه في خدام جوه الكنائس مأسورين ومسجونين بسجن اسمه عدم الغفران، وده بسبب انهم مش قادرين يعيشوا في حرية مجد اولاد الله، لكنهم يقيمون في العبودية، والنتيجة الطبيعية ان قلوبهم مكسورة. فالنهاردة عايزين نزف الاخبار السارة انه never too late، لسه الفرصة مفتوحة للعتاب، بس بشرط يكون الاسلوب والمكان والتوقيت لهذا العتاب بالطريقة الصحيحة. وقدم حضرتك تأسيس هتبقى أزمة من غير لازمة، وممكن سوري بدل ما نكحلها هنعنيها، وهتسبب في أشخاص اللي بنعاتبهم. عشان كده نفسي حضرتك تيلابوريت مور، تشرح لنا أكتر إزاي الشخص المعاتب يكون مستعدا ومستعدا زي ما حضرتك ذكرت. عايزين حاجات عملية وتطبيقية تساعدنا في فن العتاب. والحته الشائكه اللي لازم نتعرض ليها النهارده في موضوع العتاب، لو اتفقنا ان العتاب بحسب كلمه الله هو واحد، اني اذهب انا المخطئ فيه الى الشخص المخطئ الي واعاتبه بيني وبينه وحدنا بدون اي تدخلات خارجيه. اتنين، لو ما سمعش فباخد معايا واحد او اتنين عشان يبقوا شهود. ثلاثة، لو ما سمعش بضطر أقول للكنيسة. أربعة، وهي دي اللي تهمني اللي عايزة أسأل عليها، يبقى أنا عملت كل اللي عليا وليبقى كالوثني والعشار. لكن عايزة أسأل حضرتك، هل ده يعني إنه هو في طريق وأنا في طريق؟ لأنه حد قال لي لا ده يعتبر خصام، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون كذا وكذا. طب سؤالي، ما الفرق بين الخصام وبين المقاطعة الوثني والعشار؟ يبدو أن هناك شعرة رفيعة جدا، نفسي حضرتك تشرح لنا. الشق الثاني والأخير، لو أنا جرحت من شخص ما وبقول أني أطلقت الغفران لهذا الشخص لأن سيدي هو الموديل والنموذج بتاعي، هل ده معناه أني لا يجب أن أتذكر الموقف نفسه في الذاكرة، ولا ممكن يعني ان انا اكون فاكرة
وغفره 100%، بس لسه فاكره ومتذكره الوجع 100%. والى اي مدى بقى حضرتك بتنصح برجوع العلاقه بعد الجروحات؟ عندهم اولاد وبيبقوا هم الفيكتيم او الضحيه. شكرا اختي هلا على الاتصال، عم بيقطع الاتصال، بس انا قدرت اكتب لثلاث اسئله اساس، بتحب نجاوبهم هلا ولا بعدين؟ وخاصه انه بعض النقاط نحن رح نحكي فيها، احنا نحكي في الحلقه زي ما اتفقنا فعلا. بس انا مبسوط ان الاسئله بتؤكد ان احنا اعدادنا للحلقه اعداد يفي باحتياجات المشاهدات والمشاهدين فعلا. في عنا اتصال اخر من الاخت سيلا من مصر، تفضلي حضرتك معنا على الهواء. كلام المسيح معك أخت الغالية. أهلا وسهلا فيك، شرفتيني. وضيفك الكريم حضرة الأسيس رضا. أهلا وسهلا، تفضل. العنوان الحلقة رائع، عتاب المحبة، وطبعا الفريق في عتاب المحبة هو الرب يسوع، يقول المجد في معاملاته مع كل الخطاة. لكن في حاجة طبعا هو إلهنا، هو أمس واليوم وإلى الأبد. نفسي أسأل حضرة الأسيس رضا، لما أخت هاروق، أخت موسى مريم، عيدت على مرات موسى النبي، كانت هي وأخوها هارون، ليه عاتب مريم وما عاتبش هارون؟ والرب يبارك عليك. شكرا اختي لا على الاتصال. فالسؤال اساس يمكن اذا بتحب نجاوب عليه بالاخر، بس لانه يعني بالموضوع بس خارج عن النزعه اللي نحكي فيه، خلينا نلم كل الاسئله في الاخر. فعلا انا كتبت شوي شوي هنبص نلاقي احنا تهنا في صح بس سؤالها. شكرا على السؤال. عم تقول انه ليه الرب قصص مريم مش هارون؟ وكمان رح نجاوب بالاخر بوعدك. تفضل اسيس، كنا عم نحكي عن ثلاث اسئله. الحقيقة أن السؤال الرب يسوع لما بيسأل بطرس وبيقول له أتحبني، بطرس كان بيجاوب مش بخصوص محبة البذل والعطاء الأجابي اللي الرب بيسأل عنها، لكن بطرس كان بيجاوب عن محبة الفليق والفلين، محبة الصداقة. اللي خلى الأمر يزداد سوء هو أنه قبل عتاب بطرس في المرة الثالثة الرب يسوع سأله يا سمعان ابن يونة أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني. ليه؟ أنا عارف أن في إخوة كتير جدا مع كل احترام والتقدير بيقولوا أن الرب قصد أنه يذكر بطرس بالإنكار المثلث، لكن بناء على اللغة اليونانية اللي كتب بها العهد الجديد، الرب يسوع في المرة الثالثة لما بيسأل بطرس بيقول له يا سمعان ابن يونة أتحبني، استخدم الرب يسوع كلمة فليقو أو فلين، محبة الصداقة اللي بيقولها بطرس، فغير السؤال بتاعه من أتحبني محبة البذل والعطاء والتضحية إلى نفس الكلمة اللي بطرس بيستخدمها وبيقول إنه بيحب الرب يسوع بيها. حكي لغة بطرس، كلمة محبة البذل والعطاء إلى محبة بمحبة الصداقة. فسأل الرب يسوع وقال له يا سمعان ابن يونة أتحبني حتى محبة البذل، حتى محبة الصداقة اللي أنت بتقول إنك أنت بتحبني بيها؟ بطرس حزن. ليه؟ لأن الرب نزل درجة كبيرة قوي من محبة الأجابي، محبة البذل والعطاء اللي الرب يسوع بيسألها واللي الرب يسوع بينتظرها مش بس من بطرس لكن مننا كلنا، إلى نزلها إلى محبة الصداقة. وكأنه عايز يقوله إيه يا بطرس، هو برضو في صديق بيعمل في صديق وكده، أنت بتقول إنك بتحبني محبة الصداقة، لكن هو صحيح انت بتحبني محبة الصداقة؟ نعم. فحزن بطرس أكتر. ان الرب يسوع حزن لانه في المرة الثالثة قال له أتحبني، في اللغة اليونانية أتحبني محبة الصداقة. بس ترجع كلمات الترنيمة القديمة اللي بتقول اني احب الرب لا لأربح النعيم، كلا ولا لكي انجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبله. هي مش محبة صداقة، لا،
هي محبة من نفس نوع محبة الرب يسوع اللي أحبنا بها بالفعل. نعم 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 رائع. أسيس بما أنا عم نحكي عن أسئلة أتحبني، شو رأيك ناخد بريك ونسمع ترنيمة أتحبني وبنرجع منتابع حديثنا بعد البريك؟ خليكن معنا. أحبك من كل قلب.
أحبك 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 أنا أحبك 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 أنا أحبك يسوع أحبك أحبك أتحبني أحبك. وعادي مجددا لنتابع موضوعنا اللي هو موضوع العتاب بحسب ما بيعلم المسيح. والترنيمة بتقول أحبك أحبك، يعني أنا فعلا بصلي أنه لسان حالي ولسان حالنا كلنا نحب المسيح مثل ما حضرتك أنت عم تقول، حب البذل والطاعة وأنه نقدم مش الصداقة وحب الكلام. فعلا ترنيمة رائعة، رب يعني يستخدمنا. أسيس بدي أسألك، كان في تكليف، شو كلف المسيح بطرس؟ يعني المسيح ترجم المحبة بالرعاية صح؟ خلينا نحكي شوي عن التكليف، شو كان يعني التكليف؟ الحقيقة إنه أنا بصلي من كل القلب إن محبتنا خصوصا في كتير جدا جدا من مظاهر عبادتنا عاطفية. العاطفة مقدسة، صح، العاطفة جزء أصيل الرب زرعه فينا. لكن أنا رافع شعار بقالي شوية وبقول نحن لا نرجو مجرد عبادة التأثير، لكننا نطلب عبادة التغيير. بكرر تاني العبارة،
نحن لا نرجو مجرد عبادة التأثير بل عبادة التغيير أيضا. نعم. لأن التأثير مؤقت، عشان كده الرب يسوع ترجم المحبة إلى إرعى. إرعى غنمي. إرعى خرافي. والرب استخدم كلمتين للرعاية واستخدم كلمتين لخرافي وغنمي. نعم. استخدم إرعى بمعنى إطعم داخل الحظيرة، وإرعى تانية أخرى في اللغة اليونانية سرح الغنم خارج الحظيرة. وهنا الرب بيستخدم كلمتين، إرعى حملاني اللي داخل الحظيرة، وإرعى غنمي خارج الحظيرة. وهنا الرب يسوع استخدم الكلمتين عشان يؤكد لينا كخدام وكرعاة أن علينا أن نميز ما احتياجات الرعية. لأن النهاردة أصبح إلى حد كبير هو عملية متكلمين يأتون إلى المنابر كل واحد بالرسالة بتاعته بالخدمة بتاعته بالكلمة بتاعته. جميل، ربنا بيستخدم أكيد، لكن علي أنا كراعي أن أميز ما هي احتياجات الرعية. والضيف اللي جاي المتكلم يفي باحتياجات رعيتي. نعم. مش مجرد عنده موضوع بيقدمه. عشان كده الرب يسوع النهاردة ترجم المحبة بتاعت اللي بطرس بيتكلم عنها إلى إرعى، إرعى حملاني داخل الحظيرة وإرعى غنمي خارج الحظيرة. علينا إذن أن نميز احتياجات الناس، علينا أن نميز احتياجات الرعية حتى نستطيع أن احنا نفي باحتياجات الرسالة اللي الرب شرفنا واللي كلفنا بيها. عشان كده أنا بسأل كل واحد فينا، يا ترى هل أنا كراعي برعى؟ يا ترى هل أن نموذج بتاعي هو نموذج الرب يسوع في الرعاية؟ كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان، ولا أنا منشغل بأعمال إدارية كتيرة، بزيارات كتيرة، حتى خدمة في أماكن تانية كتيرة، وتارك رعويتي، تارك كنيستي. عشان كده هو بيدينا نموذج الراعي، أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أنا بدعو النهاردة من خلال الكلام في أفسس 4، وهو أعطى البعض أن يكونوا أنبياء، والبعض رسل، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. فهو حط الرعاية والتعليم في وظيفة واحدة، في باكج واحدة، في one office with two duties، وظيفة واحدة لها مسؤوليتان، هي مسؤولية الرعاية والتعليم. نعم. فالراعي يجب أن يكون معلم. نعم. ولا يشترط أن المعلم. نعم. يكون دائما راعي. عشان كده. نعم. اداله تكليف. نعم. بالرعاية لكي يترجم المحبة العاطفية، محبة المشاعر والأحاسيس اللي الرب يباركنا فيها، إلى محبة العمل والحق. نعم نعم، أمين أمين. شو حلوة هذه الرسالة لرعاة الكنائس. طب أسيس، شو كان مقصد المسيح بالحوار بشكل عام مع بطرس؟ شو هدف المسيح من الحوار كله؟ الحقيقة الرب يسوع قصد عدة أمور. أولا قصد نمرة واحد، أكيد أن يعيد بطرس إلى مكانته وإلى رسالته وإلى مكانه في وسط التلاميذ، شفاء لنفس بطرس من الإنكار اللي حدث، اللي أكيد ترك بصمة وشرخ في قلب بطرس. نمرة واحد، الرب قصد عودة بطرس، وقصد علاج بطرس، وقصد نمرة واحد تكليف بطرس، ارعى غنمي، ارعى خرافي. كمان الرب قصد مننا، قصد أنه يؤكد لنا أن محبة المسيح لا تسقط أبدا. محبة المسيح لا تسقط أبدا. لولا المحبة اللي أحب شخص الرب يسوع بها بطرس كان هيبقى نسيا منسيا، ما كانش هيبقى له أي ذكر، يمكن كان يخرج خارج ويبكي بكاء مرة ويظل خارج. لكن الرب يسوع قصد أن يوجه بطرس مرة أخرى إلى الرسالة. حاجة أخرى، الرب قصد أن هو يوجه رسالة لكل منكر لي، إن كنت قد أنكرته، أو زي ما بتقول الترنيمة، لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. نعم. ونحن أمام الناس نستحي بك ننكرك. نعم. فالنهاردة أنا عايز أقول لكل واحد النهاردة حدث وأنكر الرب لسبب أو لآخر، تعال إلى الرب الآن. نعم. الرب النهاردة يقدم دعوة إليك. نعم. أن بيقول لك أتحبني مرة أخرى، يريدك أن تعود إلى حضنه الكريم المبارك. الشيء الأخير، يمكن الرب قصد يقدم لنا
دروس في العتاب، كيف عاتب الرب بطرس. وانتم ملاحظين انه الرب يسوع ما كلموش عن الانكار، ما حكيش بصراحه عن الموضوع خالص، لم يتحدث بصراحه عن الانكار. نعم. وكانه الرب قصد ان يعالج ليس المظهر لكن الجوهر. اراد ان يعالج مش الانكار لكن يعالج الشخص. نعم. فربح الرب يسوع لبطرس هو تجاوز لمرحلة الإنكار وكل ما تبعها. نعم. من توابع وقراره أنا أذهب لأتصيد، وستة من التلاميذ كمان يروحوا معاه. نعم. الرب قصد بعد أبعد وعمق أعمق. نعم. عندما تجاوز موضوع الإنكار، عشان كده احنا يجب نفكر متى نتصدى في مواجهة للقضية. نعم. ومتى يمكن أن نتجاوز القضية. ومتى يمكن أن نعالج القضية بصورة أو بأخرى. ومرة أخرى يمكن علينا نحن نعالج الجوهر ليس مجرد المظهر. نعم. والرب يعطينا حكمة في تعاملنا، في كيف يمكن أن نتعامل مع الإنكار. وده اللي قصده الرب يسوع من الحديث بتاعه. نعم. مع بطرس. نعم. والعتاب الجميل الظريف في إتيكيت الحوار، وفي حكمة الحوار، وفي غاية الحوار، وتوقيت الحوار. نعم. ومكان الحوار. نعم. هللويا، شو حلوين الدروس. يعني ما قصد الرب من الحوار مع بطرس روعة، أنا كتبتهم أسس حلوين كتير. طيب بيقول بعدد 19، وقال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. شو علاقة عتاب الرب لبطرس والحوار بالطريقة التي سيموت بها بطرس؟ عندي كذا ملاحظة. إن الرب يسوع يتحدث بيقول له متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. نمرة واحد، الرب قصد أن يقول لبطرس العمر بيمضي. نعم. وبيقول لي كل واحدة وكل واحد فينا العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يطول، تمضي الأيام ولا تكون، تمضي تطير ولا نكون. فيعني الرب عايز يقول لنا خلي بالك، أنت النهاردة شاب لكن بكرة الأمور مش هتستمر بهذه الصورة. ما تشخت. الرب يسوع كمان قصد أنه يقول لبطرس هناك بقية من العمر يا بطرس، خلينا نستثمر بقية العمر لمجد الرب ولامتداد ملكوت الرب. الشيء الآخر هو أنه قصد أن يؤكد له أنه اتباع المسيح له تكلفة. له تكلفة. آخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. نعم. أنا بخشى في هذه الأيام من رفاهية اتباع المسيح. فأنا بتبع المسيح لأنه بيديني وبيعطيني وبيعزيني وبيحميني وبيرعاني، وهو بيفعل كده أكيد بكل تأكيد. لكن هل أنا بتبع الرب يسوع بس لأني مصلحة، باخد المصلحة منه؟ ولا لأنه جدير باتباعي؟ طبعا هو نفسه، سواء الرب أعطى والرب أخذ. نعم. فليكن اسم الرب مباركا. لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. ما احنا دايما نقول إن عشنا فللرب نعيش، نقول هللويا. طب وبعديها وإن متنا فللرب نموت أيضا. فالفكرة هي إنه المسيحية الرخيصة، مسيحية الأخذ والانتفاع، مسيحية طفولية المؤمنين. نعم. في أنه مجرد بيتبع الرب في زمن الرخاء. نعم. وكمان عايز يعلمنا شيء آخر كمان، أنه أن إنجيلنا ليس إنجيل الرخاء وإنجيل الثروة. health and wealth. صح. إحنا إنجيلنا هو إنجيل حمل الصليب. نعم. 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 يحمل صليبه كل يوم. ويتبعني. الآخر يحملك ويمنطقك حيث لا تشاء. وهنا بنبص نلاقي إن الرب بيتكلم عن أي ميتة كان مزمعا بطرس أن يمجد الله بها. وأنا نفسي النهاردة أوجه رسالة للمؤمنين وللخدام زملاتي وأحبائنا كلنا مع بعض. خلوا بالكم إن مرات كتيرة تركزنا على أن الرب يتمجد فقط بالشفاء والإقامة من الأموات. ده شيء حقيقي، لكن كمان الرب ممكن يتمجد بأية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. فالرب اللي قال هذا المرض بالنسبة للعازر ليس للموت بل لأجل مجد الله، هو نفس الرب اللي قال لبطرس أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. فكما أن إقامة العازر من بين الأموات تمجد الله، أيضا موت بطرس لأجل المسيح يمجد الله. وتركزنا
على مجرد إنجيل المعجزة بحسب فهمنا إحنا للمعجزة. إن المعجزة هي مجرد الشفاء وإخامة من الأموات وهي شغلانة اشتغلتها والرب يوفقني في عمل وهو إلى آخره، ده شيء أكيد، لكن كمان الرب له طرق أخرى. وتركيزنا على جانب واحد فقط في التعليم من المنبر، أنا بتوقف أمام كلمات المسيح: أيتي ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. تماما إلى جوار هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله. تعالوا بنا كخدام وكمخدومين وكشعب الرب نؤكد أنه مهما كان لي الحياة هي المسيح. طب وكمان بقيتها إيه؟ موت الرب. والموت هو ربح. خلينا نفكر في إنجيل متوازن حقيقي كامل قدامه الرب لنا، وإحنا بنشوفه من خلال كلام الرب عن موت بطرس. نعم، أمين أمين. طب أسيس، أنا بدي أرجع لأسئلة المشاهدين. مثل ما قلنا بمتى 18، خلينا نطبق كل هالأشياء اللي علمها المسيح ونلقي نظرة على متى 18. متى 18 بيقول إن أخطأ إليك أخوك، وزي ما سمعنا من إحدى الأخوات اللي اتصلت، يعني إن أخطأ إليك أخوك، يعني إن هو اللي غلط. وفي متى 5 بيقدم لنا بقية الصورة: إن قدمت قربانا قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فسواء أنت المخطئ أو أنت المخطئ في حقه، خذ المبادرة. إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه. وهنا كمان إن قدمت قربانك حتى في العبادة، اذهب أولا نصطلح مع أخيك. بعض حين الناس ما بتروحش العبادة لأنها متخانقة، لكن الرب النهاردة بيقول لك العلاج مش إنك أنت ما تروحش تتعبد، لكن العلاج إنك أنت تروح تصطلح أولا مع أخيك، وتعالى حينئذ قدم قربانك. إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه. والقصد من العتاب مش إثبات من الصواب ومن الخطأ. القصد من العتاب قد ربحت أخاك، القصد هو ربح الشخص، مش ربح المناقشة، مش ربح الجدال، لكن ربح الشخص هو أكثر بكثير جدا من مجرد ربح مجادلة هنا أو هنالك. وبعدين إن سمع منك فقد ربحت أخاك، إن لم يسمع قل واحد أو اثنين. أولا الخصوصية شيء جميل، لأنه سهل جدا إحنا يمكن نعترف لبعض بالأخطاء بالزلات عشان نشفى بصورة شخصية. اثنين أو ثلاثة مش عشان يبقوا شهود، لكن عشان يساعدونا في عملية المصالحة وعملية العتاب لكي نسترجع العلاقات. وبعدين قول للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة، التعبير فليكن عندك كالوثني والعشار، مش تسيبه يعني وتهمله، لا، يحتاج إلى محبة الرب يسوع التي قدمها الرب يسوع للخطاة وللعشرين. يعني خلاص يحتاج من جديد إلى أن أحبه محبة مضاعفة لكي أربح هذا الأخ، فالعلاقات تستحق أن تسترد مرة أخرى. يعني مش خصام، مش ترمي طبته وتخصمه وتقول بقى يلا روح اتفلق زي ما بنقول كده. هذا جواب للأخت نهال. أخت نهال هذا جواب لألي. الأخت نهال قالت عايزين نتكلم على الحكاية دي. ففعلا الرب قصد لا، فليكن عندك الوثني والعشار اللي تقدم له. ما هو الرب يسوع كان محب للخطاط والإيه؟ محب للخطاط وللعشارين. ودي كانت التهمة اللي اتهم بيها، عشان كده الرب النهاردة بيقول لك لا، انت تربح اخاك ان ربحته كان بها، ان ما ربحتوش قول لواحد واثنين، قول للكنيسة، ليكن عندك كالوثني والعشار اللي تقدم له محبة مضاعفة لكي تربح في النهاية هذا الاخ. ويستمر دائرة الغفران مستمرة متصلة باستمرار. فعلا، لأن هذا كان السؤال أخني، هل أنه هل أغفر وأنسى نهائيا، ولا بيبقى عم بتذكر الإساءة بس يعني بغض النظر؟ الحقيقة أنه النسيان بركة. والرب لما بيقول عن خطايانا لا أذكرها، يعني لا يضاهي تذكر الرب سوى نسيان الرب لخطايانا. والحقيقة بعض المثل الإنجليزي بيقول I forgive but I may not forget، يعني أنا أغفر لكن ربما لا أنسى. لكن أنا بعتقد أنه بصلي أن الرب يساعدنا، يعطينا نعمة مش بس نعمة الغفران، لكن نعمة النسيان. أيضا من الناحية الأخرى. نعم نعم أسيس، رح أرجع لمتى 18 العدد 18، متى 18 18 ل 20.
المسيح بيقول الحق أقول لكم أن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وبيتابع عن الحل والربط. شو علاقة العتاب بالحل والربط؟ وهل لاحظت أن الكلام ده جاي مباشرة؟ إن لم يسمع فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشر. بعديه على طول بيقول الحق الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، كل ما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. فالآية 20 على ما أعتقد كمان، نعم 18 و19، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة. صحيح. فالنهاردة الرب مش بيتكلم عن حل وغفران الخطايا، لكن العلاقات. إن أخطأ إليك أخوك، مش بيتكلم عن لا راعي ولا كاهن ولا قائد ولا غيره، لا أخوك. العلاقات الأخوية داخل نطاق الجسد. قول للواحد، قول للاثنين، قول للكنيسة، ليكن عندك الوثن والعشر. وبيأكد لنا أن الواحد أو اثنين اللي هتاخدهم عشان تصطلح مع أخيك، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، في وسطهم. فالرب النهاردة عايز يقول لنا أنه هذه العلاقات الرب حاضر فيها، الرب موجود فيها. هنا مش بيتكلم عن سلطان يعطى للبعض ولا يعطى للبعض الآخر، ده بيتكلم عن أي اثنين حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. فالنهاردة ولاحظي كمان بيقول كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط، وأعتقد في اللغة الإنجليزية كمان وبقية الترجمات have been bound، يعني مش إحنا اللي بنربط والرب بيربط بيفصم. لا ده الرب اللي بياخد القرار. صحيح. وإحنا بنعلن هذا القرار بالفعل. فهما مجموعة مؤمنين بيصطلحوا مع بعض وفي مشكلة، وحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. الرب يساعدنا بالفعل أن احنا نبقى بنرجع مرة أخرى لبساطة الإنجيل ولعمق تطبيق الشخص الرب يسوع للعتاب. نعم نعم أسيس، بدي كمان أكمل المقطع حضرتك اللي ابتديت فيه، وبرجع بطرس بيسأل المسيح يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له. وهون شو يعني بعد حديث المسيح مباشرة على العتاب كم مرة لازم أغفر؟ بعد ما يتكلم على العتاب يتكلم على الاثنين، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه. يقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. وبعدين بطرس بيتابع الموضوع. نعم. يقول طب يا أخي أخويا ده اللي أخطأ إليك أخوك، يعني كم مرة إن شاء الله يغلط باليوم؟ كم مرة مرة يا رب؟ كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى سبع مرات؟ فطبعا المقصود بطرس عايز يعد، عايز يشتغل بقى عداد كده. والرب يسوع بيقوله لا، الحكاية مش كده. الحكاية هي اتجاه غفران، اتجاه قلب، مش 70 مرة. سبع مرات يعني أنا عارف جدول سبعة ده، أنا حافظه من زمان، أمي علمته لي. يعني 490 مرة. ده واحد هيفضل يعد 490 مرة؟ لا، ده أصبح الغفران هو اتجاه قلب. أصبح مسيرة عمر. أصبح اتجاه فكر. أصبح أسلوب حياة. أسلوب حياة. عشان كده الرب يسوع بيقول له لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى 70 مرة. سبع مرات. فالحقيقة اتجاه الغفران والمصالحة اتجاه لا يمكن أن يأتي إلا بعمل الروح القدس. ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، أمانة، وداعة، تعفف. أنا بصلي أن الرسالة بتاعت دروس عتاب المحبة تصل إلى كل شخص يمكن في بينه وبين أخوه شيء، في العيلة، في القرابة، في العمل، في الكنيسة، في الخدمة. ومرات كثيرة الكبرياء بيحرمنا من متعة ولذة وبركة أن أذهب إلى أخي الذي أخطأ إلي وأخذ مبادرة العتاب بقصد ربح أخي، مش بقصد إثبات من المخطئ ومن المخطئ في حقه. لاحظي أن بطرس كان المخطئ، لكن الرب يسوع هو الذي أخذ المبادرة وتحدث مع بطرس، مش في موضوع الخطأ لكن في استرجاع العلاقة والمصالحة مرة أخرى. أمين أمين. طب لكن بما أنك حضرتك أسيس رجعت للعتاب المحبة على بيوحنا 21، شو تعليقك كيف اختتم هذا العتاب؟ شو خاتمة كانت العتاب بين الرب يسوع وبطرس؟ أنا هقرأ لك النص.
تمام. اللي بيقوله المسيح في يوحنا 21:18-19. وعايز أحكي لك قصة أختم بيها الحديث بتاعنا. تمام. لو نقول المخرج يوحنا 18 يوحنا 21:18. نعم. بيقول المسيح بيقول الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة يا بطرس كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. نعم. الآية 19 قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. نعم. ولما قال هذا قال له اتبعني. الرب يسوع ما قالش لبطرس شوف يا بطرس قدامك طريق مفروش بالورود والرياحين. نعم. هما أكثر المرات اللي فيها الخادم أو الراعي بيفكر في مكان خدمة أكثر راحة وأكثر دخل وأكثر امتيازات وإلى آخره. لا، ده بيقول له متى شخت، ده أنا فاكر بقى أن أنا لما أكبر بقى يبقى وقت الراحة بقى وقت المعاش، ومعاش اللي يزعلك. نعم. خلاص كبرنا بقى ومن حقنا نتدلع شوية ونسرح. لا، ده بيقول له لا. في قصة مشهورة أحب أن أنا أستدعيها في التقليد المسيحي. نعم. التقليد المسيحي، التقليد المسيحي بيكلمنا عن كلمة كوفاديس. كوفاديس بطرس سجن في سجن روميا وحكم عليه بالإعدام. وبيقول التاريخ وربما أيضا التقليد الكنسي أن بطرس انسل فل هرب من السجن بتاعه. طبعا في فرق بين ان الرب يطلع بطرس من بين أربعة أرابع من العسكر ويطلعه طبعا بكرامة وبشرف. نعم. وهو الأخر ويتفتح السجن ويروح. نعم. وإنه بطرس يفل يهرب. نعم. في فرق كبير جدا يعني بين. نعم. الاثنين. نعم. وبيقال إنه التقليد المسيحي بيقول إنه بطرس عندما فل وانسل وقصد الهروب إنه التقى بشخص المسيح يحمل الصليب. يقول التقليد المسيحي، وأنا لا أعرف مدى صحة هذا التقليد، يقول التقليد المسيحي أن بطرس ابتدر الرب يسوع وسأله إلى أين يا رب؟ قال له أنا ذاهب إلى أورشليم. قال ولماذا تحمل الصليب؟ أنت حملت الصليب من قبل. قال له بطرس أنا ذاهب لكي أحمل الصليب نيابة عنك لأنك أنت رفضت أن تحمل الصليب. كوفاديس. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين يا بطرس؟ وإلى أين يا يسوع؟ إلى أين يا بطرس؟ بطرس يريد أن يهرب. إلى أين يا يسوع؟ أنا ذاهب لكي أصلب نيابة عنك. طبعا نحن نشكر الرب لأن الصليب، لأن الموت الذي ماته الرب يسوع ماته مرة واحدة ودخل إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لكن التقليد المسيحي والقصة لعلها حقيقية أو غير حقيقية، لكنها كوفاديس إلى أين توقف كل واحد فينا أمام السؤال، أين أنت من حمل الصليب؟ أين أنت؟ كان هناك ترنيمة قديمة تقول قابلا حمل صليبي أتبع الفادي الأمين راضيا إنكار نفسي وارتدى العار المهين. وأنا بسأل النهاردة الرب لما يجي يسأل كل واحد فينا إلى أين؟ إلى أين؟ كوفاديس. هل إحنا النهاردة على استعداد في أن نركن مسيحية الرفاهية والامتيازات، البحث عن الامتيازات والأضواء والمراكز والألقاب والأرواب وكثرة الأتعاب إلى مسيحية التضحية؟ الرب يسوع قال ثلاث مرات في لوقا 14 لا يقدر أن يكون لي تلميذا من لا يترك، من لا ينكر، من لا يحمل صليبه كل يوم ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. نعم. ولعلها هي دعوة لنا كلنا، لأن إحنا نبقى عارفين أن اتباعنا للمسيح مكلف طبعا، كما أنه مشرف. نعم. كما أننا نحصل على كل البركات التي باركنا بها. نعم.
بكل بركة روحية وأيضا زمنية، علينا أن نكون على استعداد لدفع ثمن التكلفة. نعم، ويا له من شرف عظيم. طب أسيس، بعد معنا كم دقيقة، أنا بحب نتوجه إذا من حضرتك تلخيص إذا بدك للأفكار ورسالة أخيرة للمشاهدين، حتى نضل بسائل الحديث. بس أنا وعدت أختي لأنه من بعد ما تقدم حضرتك تلخيص للحلقة أنه نجاوب على السؤال، لو حضرتك بتسمح، أنه ليه الرب قصص مريم بس ما قصص هارون؟ ما بعرف دقت هالكلام، بس خلينا بما أنه نحن بموضوع العتاب ننهي أو درس في العتاب وتلخيص في العتاب ومنرجع نجاوب. نشكر الله. أولاً الرب قصد أن يعلمنا من خلال هذا الدرس الطويل، قصد أن يعلمنا نمرة واحد، أن العتاب في كثير من الأحيان يكون ضرورة. نعم. والعتاب فيه شفاء للمخطئ وللمخطئ. نعم. في حقه. نمرة ثلاثة، العتاب له توقيته، اختر التوقيت المناسب واختر المكان المناسب. نمرة أربعة، العتاب له أسلوبه المناسب. يا سمعان ابن يونا، والعتاب يجب أن يبدأ بالعواطف والمشاعر التي تمهد الطريق، أتحبني؟ والعتاب لا يعني دائما المواجهة مع المشكلة، قد يعني، لكن قد لا يعني باستمرار المواجهة مع المشكلة. نمرة خمسة، العتاب لا يجب أن يفشل، فإذا سمع مني أخي ربحت أخي، إذا لم يسمع علي أن ألجأ للبدائل، علي أن ألجأ لواحد واثنين، علي أن أقول لإخوتي في الكنيسة. نمرة ستة، العتاب ليس له نهاية، لأن محبة المسيح لا تسقط أبدا، إن لم يسمع فليكن عندك كالوثني والعشار. نمرة خمسة، علينا كرعاة أن نرعى رعيتنا، لأن الرب كلفنا بهذا، رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة. نمرة سبعة ولا تمانية، علينا أن نميز احتياجات القطيع اللي الرب كلفنا بها في الرعاية، ارعى غنمي ارعى خرافي. أنا أرجو أن الكلمة الأخيرة اللي أقولها هي المثل اللي الرب يسوع ضربه بالعبد اللي له عشرة مئة دينار. نعم. عند صديق له، عند عبد مثله، بينما الملك سامحه بعشرة آلاف وزنة. نعم. وأنا نفسي أقول لكل واحد فينا، إذا كنت قد تمتعت بالغفران، إذا كان الرب متعك بالأكثر بالغفران الأكبر والأعظم، ربما هذه فرصة الآن أن اذهب أولا اصطلح مع أخيك. يا من تمتعت بالغفران، اذهب واصطلح مع أخيك. الرب في مرات كثيرة له موازينه بالنسبة للغفران وبالنسبة للقصاص، ونحن نريد أن نضع الله في مرات كثيرة في قوانين وقوالب جامدة. لماذا غفر لهذا ولم يغفر لذاك؟ لماذا أحب يعقوب وأبغض عيسو؟ لماذا سمح ليعقوب أخو الرب أن يقتل ولم يسمح، وسمح لبطرس أن يخرج من السجن؟ نعم. لماذا سمح؟ وهلما جرى، يقول بالإيمان نجوا من حد السيف، وبالإيمان ماتوا قتلا بالسيف. أنا الحقيقة لا أستطيع أن أضع الله في قوالب جامدة، لماذا لام هذا ولم يلم ذاك، لكن علينا أن نتعلم من خلال دراستنا المستعرضة للكلمة المقدسة كيف نطبق كلمة الله في كل حديث وفي كل موقع، ونتعلم من دروس العتاب التي قالها الرب يسوع وهو يأتي إلينا في هذه الفرصة ويقول: يا رضا أتحبني؟ نعم. هل عنا فترة قصيرة نجاوب بالسؤال ليش الرب قصص مريم مش هارون ولا انتهى الوقت؟ من عشان كده انا اجبت، قلت نحن لا نستطيع. نعم. ان نضع الله في مقاييس جامدة وثابتة. نعم. الله له طرق التي يتعامل بها. نعم. معنا، بس المهم ان نطبق مبادئ العتاب. نعم. مع اخوتنا. نعم. فالعلاقات تستحق ان تسترد. نعم. والمحبة قوية كالموت. نعم. الغيرة قاسية كالهاوية.
أمين أمين، أفكار روعة روعة، حلقة مباركة جدا. أسيس أداة بدي أشكرك على وجودك اليوم برغم من التعب والألم الجسدي، ولكن الروح الرب استخدمك استخدام هائل معي أنا شخصيا وأكيد مع الكثير من المشاهدين. شكرا على وقتك. أعزائي المشاهدين شكرا للمتابعة، ونراكم بحلقة قادمة من برنامجكم الكرمة مباشر، وإلى اللقاء. قال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمان الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتزيع بشرة وسرور وبتطرد كل هموم. بشرية.